في العديد من المحافل خاصة سهرات رمضان يتقدم فيها كل سنة مسابقات حفظ القرآن تزامنا مع 27 مرات. الجمعية يتكرم الكثير من حفظ القرآن في مثل هكذا مناسبات، كما أيضا تقوم بالعديد من المسابقات الثقافية وخاصة عندها علاقة بالأطفال، وتكرم أيضا هؤلاء الفائزين في المسابقة. إذن هي جمعية سخية، والدليل على ذلك مستمعينا الكرام خاصة اللي يتابعوا فينا على صفحة فيسبوك، على صفحة سكرينين على المباشر في حصة سهرات المدينة، يشاهدوا هذا الخير الكبير اللي جابته الجمعية، جاتو الله يبارك تقليدي من كل نوع، ناهيك على المشروبات والشاي والقعدة العنبية الزينة. تحضر معنا أيضا اليوم واحدة من أعيان المدينة، أستاذة ومن الناس عنابة مهتمة بكل ما هو تراث وأصالة وعادات المدينة. إنها زهرة الفل أبو مصدر اللي رحب لها في هذا اللقاء وفي هذه الليلة الرمضانية المباركة. إذا كل جميع أهلا وسهلا ومرحبا. قبل هذا لا بأس نقدم فرقة علي مقدم، الفرقة العيسوية على رأسها كبيرهم ربي يطول في عمره إن شاء الله علي شيديني على هذه الجرنة، وهي عائلة معروفة في العيساوة بعنابة أب عجب. أيضا عائلة أخرى معروفة بعنابة، معروفة بالفن، معروفة بالعيساوة، معروفة بتقاليد وعادات عنابة، هي عائلة بن نفيلي. معنا بشعلة قطار رحمه الله، وبالمناسبة نطلب الشفاء العاجل لخوها ميلود بشعلة بن نفيلي، ربي يشفيه إن شاء الله، يقولوا آمين. معنا أيضا كمال وليا على عائلة البندير، بن عيسى أيضا عواز على البندير والزرنا، واحد من الفنانين الشباب اللي نعتزوا بهم كثير، ومصطفى، وبالمناسبة نحييه وخالتي زبيدة ربي يطول في عمرها إن شاء الله. إذا جمعية العيساوة للتراث والمدائح الدينية بقيادة الفنان قدير، ومن أقدم واحد من أقدم فنانين العيساوة بمدينة عنابة هو علي مقدم. وبالمناسبة نحيي الحاج العجيلي، نحييه ونتمنى له دائما الشفاء، وإن شاء الله نفرحوا كي نشوفوهم في الميدان. وأيضا نطلب الشفاء العاجل للحاج العياشي، ربي يشفيه إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام أيضا بإمكانكم تتابعونا على صفحة الفيسبوك على ستريمينغ راديو عنابة وعلى اليوتيوب. إذا في البداية نرحب بالفنان علي مقدم، مرحبا بك علي. طبعا جيت في يعني جيت بين أحضان الشيوخ الكبار، كلمنا شوية كنا لا يسوى هذه بينها ما شو الخبر؟ اهتمام الجوز بين عمر الجوز تاع النظر هنا
الله ما عنده صراحه يكون هي ذكر كنتوا كانوا العديد من الزوايا كانت العساوة في كل مكان كانوا في الجمالة كانوا في الجواني ومعرفة على طوزة معرفة على طوزة ونحن براح ونقدم ونقصد ما أطلق بعض ونزيد بكري العساوة كانت 300 وصفة وكانت لله في سبيل الله ودركا تبدلت الدنيا مع الظروف وكذا والماده دخلت فيها وهي اللي فزت حتى لا حتى القلوب صرا شفت كان جات في الزاويه نتاعها الزاويه مش كانت تبدل هذا مضطرب مضطرب يولي مضطرب انا مقهر كي شغل مقاري في باركين في الزاويه هي المدرسه البركه فيكم هذا ما يمنعش باش الحكومه على مستواكم كبار الحكومه كما يقولوا كاين فضاءات كثيره تقدروا تلموا فيهم والله نحن فهمناك والله البارح لميناهم يعني لميناهم في الحضره لميناهم وكل شباب ما شاء الله يعني مازال موجودين انتم مازال خير هم شباب باهيين مازال خير مازال مازالش الواحد معايا سيدة ليندا جنبي بنت مرحبا والأخت صابرين بنت مرحبا بيك الله يبارك فيك كل واحد من جنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الناس اللي يستمعوا فينا والله مرواح اخويا ما لقيتش الخرجه ما لقيتهاش مين انا لا ما فهمت منك كيف انا نخرج سلام بسم الله السلام عليكم سلام فطور خويا يرد فارغ من الخرجة فارغ يا اختي دورة يا اختي يبقى تنقل خلاها انا اخوي يباد السهرة على رمضان حطت بدلية حطت قمر إن عنا
باسكو حنا راه ماشي عايشين في البقالة ولا في التالي. نعم. قبل هذا مستمعين الكرام نشوف مع فرقة الإسرائيلية للتراث والمذاق الدنيا بقيادة علي مقدم نسمعهم في مديح ديني ثم نعود. نذكر مستمعين الكرام اللي راح تدعونا على التريننج على صفحة الفيسبوك عود العنبة صوت وصورة وتدعونا أيضا على اليوتيوب مع الفرقة العيسوية يرفقوا علي شبيري بشا بن الفجدي وعلي بن ديانا كمال وليا بن عيسى عواز محمود أنا لا مدلل فيض لطاع وفنان صلي وسلم على النبي.